هي المباراة الصراحة قمنا بمباراة جيدة، ماشي ما نقولش لك اللياقة البدنية، نقول لك الفرص لأن ضيعنا صراحة اللي جاونا وما حسبناهمش، وعاوتاني نزيد الحكم اللي ما عطاناش ضربة جزاء وبينالتي راه ما فيهاش نقولها ونعاودها، وهذا ما كيدعش بأننا ما شرفش كرة القدم النسوية، والجيش الملكي فريق كبير يعني بالألقاب ديالو الحمد لله ديما مشرف كرة القدم النسوية. بالمناسبة ديال 8 مارس كنبغي نقول عيد مبارك للجميع الأمهات، عيد المرأة زعما، وكنقول إن شاء الله كرة القدم النسوية تزيد القدام، والمرأة يعني من داروا هذه المبادرة مبادرة جيدة الحمد لله من يهتموا بالمرأة. Oui, c'est une équipe forte. Elle nous a mis un problème et bon, on s'est débrouillé, on a fait un bon match et c'est l'important de profiter tous d'un jour comme aujourd'hui et de profiter, c'est ça. Oui, bon, mais c'est toujours difficile. C'est le foot. Dans le foot, il y a tout qui peut passer, donc c'est ça. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب. بارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.